واحنا برضو قبل ما نغادر هذه الفتره، يعني فتره يعني بروز جماعه الاخوان على السطح ووصولها الى السلطه، هل نجحت الجماعه في ذلك الوقت انها تغازل قطاعات عريضه من المثقفين الذين استجابوا لها بالفعل؟ يعني حدثنا عن هذه النقطة. هو الفكرة ان التاريخ الثقافي للاخوان هو تاريخ من الكذب وتاريخ ايضا من الادعاء، لان الثقافة بلا سقوف باختصار شديد. يعني واحد ايضا من تعريفات الثقافة انها القدرة على انتاج المعنى وفكرة انتاج افكار جديدة. والجماعات المتطرفة بشكل عام والاخوان في متن هذه الجماعات المتأسلمة، هذه الجماعات بتنتهج او بتتبع ذهنية السمع والطاعة، وهي ذهنية لا تبدع، وانما تجعل من الاتباع بدلا من الإبداع طريقا لها، تعتمد على النقل وليس العقل، على التسليم وليس المساءلة. يعني عارف هذه المسارات الجاهزة المعدة سلفا، هذه المسارات الجاهزة المعدة سلفا هي على الطرف النقيض من فكرة الإبداع وفكرة الثقافة، باعتبار أن المثقف والكاتب هو أيضا ابن خيال جديد وليس الخيال الذي يتم التكريس له. ومن ثم يعني أرامل الجماعة أو أرامل الإخوان داخل الجماعة الثقافية، يعني لو جاز التعبير، ستجد أنهم بالأساس رجعيون يعني باختصار، وستجد أنهم يعني ليسوا من يعني لا يعتد بهم يعني، ولا يمكن أن تتعامل معهم بوصفهم مثقفين مدافعين عن معنى أو منتبهين إلى غاية أو ما إلى ذلك من معاني نبيلة.